برحب باللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والافريقي للرمايه وعضو الاتحاد الدولي. اهلا بك يا سياده اللواء، منور قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بيك وبالساده المشاهدين. طبعا سياده اللواء، يعني الرمايه لعبه شهدت في اخر سنتين ثلاثه الحقيقه طفره كبيره، وكلنا متابعين يمكن من بدايه مشاركتها في طوكيو، مرورا بالبطولات اللي خاضتها، مرورا بأول مصر يتأهل لباريس 2024 عزمي محلبة من أحد البطولات بالفوز بالذهبية. بس خلينا نرجع فلاش باك شوية. حضرتك توليت المسؤولية سنة 2012، صحيح؟ مظبوط. حضرتك توليت المسؤولية، أكيد كان عندك خطة لكل اللي بيحصل دلوقتي. كلمني عن بداياتك في الاتحاد. والله بالنسبة للاتحاد المصري الرماية، أنا كنت أصلا رامي. بدأت الرماية في كرامي في الاتحاد المصري الرماية، ثم دخلت في إحدى اللجان الفنية اللي هي بتقيم الرماة وبتقول مين يقدر يشارك في المسابقات الخارجية أم لا. وبالتالي أنا عندي شايف كل حاجة بيحتاجها الرامي. يمكن لما ترشحت لمنصب رئيس الاتحاد وفزت، فكان عندي رؤية أنا ومجلس الإدارة إن إحنا نقول إنه ضروري إن إحنا نوفر حلول مبدئية لغايه لما نوصل للامثل لكل الرماة. ده اللي احنا عملناه فعلا. حطينا خطه، الخطه دي بدانا نطبقها. طبعا احنا لازم نقول انه الرمايه لعبه مكلفه جدا. طبعا احنا شايفين صور البنديات ومسدسات، يعني بالظبط مكلفه جدا. فبالتالي احنا كنا بنبقى محتاجين دعم، بيجي دعم وكل حاجه، ولكن نقدر نقول انه احنا صبرنا كتير جدا ان احنا نوصل لاعلى نسبه تاهل في تاريخ الرماية. نحن وصلنا إلى 11 مقعد من 15 مقعد على مستوى قارة أفريقيا. ممتاز. وده اللي احنا خدنا أول سنة، أول دورة في ريو دي جانيرو حصلنا على 9 مقاعد، في طوكيو حصلنا على 11 مقعد. وطبعا ده يعتبر من كوتة أفريقيا، يعني من كوتة أفريقيا. أفريقيا ليه 15 مقعد، احنا خدنا 11. ده في آخر واحدة اللي هي في طوكيو. ريو دي جانيرو خدنا 9. بالظبط. يعني ما شاء الله، يعني كان في مردود كبير بالنسبة لأفريقيا. بس عاوز أقول أوضح نقطة مهمة جدا، إنه التأهل بيجي من خلال بوابتين. البوابة الأولى هي بطولات العالم، ودي الأصعب طبعا. الأخرى هي البطولات الأفريقية، ودي برضو مش سهلة، إن صعبة جدا. احنا في كلتا المرتين حصلنا على المقاعد، إحدى المقاعد من بطولات العالم. فعلا حصلنا على مقعدين، عزمي محلبة وأحمد توحيد زاهر، فعلا حصلوا على التأهل من خلال بطولات العالم بذهب. اللي بياخد ذهب تأهيل تأهل مباشر، هو بياخد ذهب وحقق رقم معين. الحمد لله هم خدوا ذهب، او يكون الحاصل في هذه البطوله اصلا مؤهل فالتأهل يجي للرمي اللي بعده. ده حصل معنا فعلا، انه عزمي كان دخل المسابقه وحصل على الميداليه الفضيه، واللي واخد ذهب كان متأهل، فعزمي تأهل. والرمي احمد توحيد زاهر نفس الواقعه، وخد فعلا التأهل من بطولة العالم. إذا احنا حصلنا على تأهل من الاتجاهين. نعم. مش من اتجاه البطولات الأفريقية فقط، بطولات العالم دي. أنا بس عاوز أوضح حاجة مهمة جدا. اتفضل يا سيدي. إنه عدد المشاركين فيها في التأهل خصوصا بيفوق ال 80 وال 90 رامي، مع العلم إنه في دورة الألعاب الأولمبية لا يزيد عن 36 رامي. المنافسة أصعب. فالمنافسة بتبقى أصعب طبعا في بطولات العالم. بطولات طبعا دورات الألعاب الأولمبية بيبقى العدد 36 دول هم الأفضل على مستوى العالم، لكن المنافسة بتبقى شديدة وقوية في بطولات العالم. إذا احنا حصلنا فعلا على التأهل من مرات كثيرة، وحتى في البندقية ضغط الهواء إحدى الرميات شيماء عبد اللطيف حشاد حصلت في أمريكا على المركز الثالث، وتأهلت من أمريكا لريو دي جانيرو. لان الاول والثاني كانوا متاهلين. الاول والثاني كانوا متاهلين. خد الثالث، ما هو برضه ما هي البطوله دي بيبقى المنافسه على المركز الثالث، لان انت عندك الاول والثاني خلاص اتاهلوا. بالظبط كده. فالمنافسه كلها تبقى على المقعد ده. بالظبط. وكان اهم حاجه ان الناس تحصل على التاهل. بعد التاهل طبعا احنا عندنا مشوار طويل جدا، في خطط موضوعه. الخطط ديت محطوط فيها ارقام بيجب تحقيقها من خلال الجهاز الفني، ان هم حققوها ويحققوها في بطولات محليه، ثم ينتقلوا الى بطولات العالم ويحققوها. يعني عزمي محلبة حقق بطولات عالم كثيرة. بس خلي بالك، أنا مش هقطع حضرتك يا ست اللواء، بس أنا عايز أوضح حاجة. يعني عزمي محلبة رمز، هو أداؤه بيتحسن. يعني إحنا متابعين عزمي كويس، ومتابعين حتى مشاركاته في بطولاته، وأخبارنا أخباره تبقى دايماً معانا. الجميل إنه بيتحسن، أرقامه بتتحسن. كلامي ده صح يا كابتن؟ طبعاً. هو عزمي محلبة، أنا عاوز أقول يعني حاجة، أنا أقول صعبة المنال، إن الرمي الخرطوش
بيضرب على طبق. نعم. الطبق اللي بيضرب عليه دوت ليه سرعه وما بيعرفش اتجاهه بيطلع منين. لكن عاوز اقول انه عدد الاطباق 125 طبق. عزمي في حلبه جاب مرتين 125 ما شاء الله. صعبه جدا. صعبه جدا. صعبه جدا جدا. جدا. انا عاوز اقول انه الطبق ده بيطير في الهواء. ممكن ان يكون في ريح فالطبق يغير اتجاهه. بيضطر مع التدريب المستمر ان هو ينزل بركبه لغايه لما يوصل لارتفاع الطبق او في اتجاهه ويضربه. فتخيل ان كل طبق ليه شكل بالظبط. كل شكل كل طبق ليه شكل وبالتالي طبق واحد فقط بيفرق مع عزمي محل بقى او مع اي رامي. البطوله اللي هو عزمي طلع فيها الاول على العالم هو جاب 122 من 125. اللي جاب 122 من 125 كان عدد الرماه 6 رماه. فبيتنافسوا عاوزين من الست رماه 2 رماه يخشوا الفاينل. فعزمي دخل مسابقه معاهم وفعلا حصل ودخل الفاينل. كمل اتنين. ولما دخل الفاينل في رامي في امريكا مشهور جدا ده بيعتبر زي الاله. يعني ده منافس قوي جدا لعزمي ولاي بطل في العالم. الحمد لله تاني مره عزمي محل بيكسبه. المره دي طلع الاول على العالم وكسبه وكان بيلعب هو والرامي الامريكي اللي اسمه هانكوك. طب خليني اقول لحضرتك ان ده اكيد جيب دعم الاتحاد. ما انا برضو عايز اعمل اللينك اللي بيحصل انه احنا غير الفروسيه. الفروسيه قد يكون اللاعب عايش بره هو وحصانه وكل حاجه بيجي يمثل مصر. انا هنا عايز اتكلم اربط ما بين الاتحاد ودوره وبين تحسن اداء الرماه. يعني ايه اللي ممكن الاتحاد يعمله او عمله مع عزمي وبيعمله مع غيره عشان يحسن ارقامه؟ الاتحاد عنده جزئيتين مهمين جدا. الجزء الاول هو البرنامج الخاص بيه. انت هتتدرب مع المدرب هتطلع خطه هنعمل معسكر في الفتره الفلانيه في المكان الفلاني هنسافر نشارك في البطوله الفلانيه. دي خطه. الجزء الاخر وده مهم جدا هو الدعم المادي. الخطه دي بتعرض على اللجنه الاولمبيه بيدرسوها وبيشوفوا ان الكلام ده فعلا حقيقي. بيرفعوا لوزاره الشباب والرياضه بيراجعوها بيدوا موافقه عليها وبالتالي بنحصل على الدعم الخاص بالخطط الفنيه للموضوع. الجزئيتين دول مهمين جدا لانه المدرب الخاص بعزمي ليه فكر وتوجهات في 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 تدريب لعزمي. يمكن نقول ان عزمي عنده ناحية الفنية عاليه جدا واضح وهو تحس ان هو الطالب المجتهد اللي هو بيروح الامتحان ما بيروحش في اي مكان. اولا يحب يقعد في فندق غير الفندق اللي مقيم فيه اي حد. ثانيا يطلع من الفندق للميدان ينتظر اي مكان فاضي يدخل يضرب فيه. المفروض جدول المسابقات جدول البطولات بيبقى فيه في الميادين جدول بيقول انه عزمي هيضرب في اليوم الفلاني الساعه كذا في مكان الفلاني. جدول تمام. في احد الرماه ما بيروحش هو بيبقى ماسك بندقيته وقاعد مستني المكان اللي يفضل يخش يضرب فيه. ايه ده يا جماعه ده؟ فده كل مجتهد نصيب بتخليه ان هو مجتهد ومثل يحتذى به. وبالتالي كل الرماه الاخرين لما بيشوفوا كده بيبقوا غيرين ان هم يوصلوا لنفس المستوى. واخد من كلام حضرتك ده سياده اللواء ان احنا عندنا امثله كثيره لكل مجتهد نصيب. والحقيقه احنا في الاخبار ما اعرفش حضرتك شفتنا ولا لا كنا بنتكلم على احد اللاعبات الكره الطائره كان اسمها سهيله وفيق. دي بتلعب في النادي الاهلي وسافرت الجامعات وملازمه لما كانت بتلعب في النادي الاهلي ما كانتش اساسيه. وكانت سافرت امريكا واشتركت في احد الجامعات وما شاء الله كل سنه بتاخد في الكونفرنس بتاعها او البطوله بتاعتها يعني بتبقى اسمها يو سي اف بتاخد احسن لاعب. فاستاذن سيادتك يا معانا عبر الهاتف من الولايات المتحده. اهلا بيك يا سهيله. ازيك؟ اهلا بحضرتك. ازيك عامل ايه؟ الف مبروك طبعا سكايب معانا سهيله والف مليون مبروك فوزك احسن لاعبه في اليو سي اف والتاهل للنهائيات وكمان تاني احسن ارسال زي ما عودتينا وزي ما وعدتينا ما كنت معانا يا سهيله. ربنا يخليك جدا. انا مع حضرتك ان شاء الله. طب كلميني قولي لي يعني اخبار الدوري ماشي ازاي؟ هل السنه دي عندكم امل كبير في النهائيات؟ هل عندكم استعداد توصلوا او تاخدوا البطوله زي السنه اللي قبل اللي فاتت على ما اتذكر؟ يعني انتوا السنه دي وضعكم كفرقه احسن يا سهيله؟ احنا زي السنه اللي فاتت لما اخذنا اول دوري تاهلنا لدوري احسن السنه دي. وده الدوري اللي احنا فيه يعتبر دلوقتي. احنا قبل ما نبتدي الدوري لعبنا كذا بطوله زي ان هي تاهلنا ان احنا نخش الدوري جاهزين. منهم البطوله بتاعت يو سي اف ودي اللي انا اخدت فيها احسن لعيبه.
بعدين دخلنا الدوري، واحنا دلوقتي ترتيبنا في الدوري ثالث، بس احنا لسه ما خلصناش. يعني في فرق ابتدت قبلنا شويه، بتبقى على حسب الجدول يعني، فاحنا عدد الماتشات مش كل الفرق متساوي في عدد الماتشات، عشان كده في ناس اول، في ناس ثاني، في ناس ثالث. فاحنا الثالث لحد دلوقتي. بس كده. لا بس برافو، يعني موسم ممتلئ، ويمكن جمهور الاهلي عايز يطمن، سؤال هتلحقنا امتى؟ قول تاني كده، يعني انا مش انا سامعك. قصدي اقول لك ان جمهور الاهلي بيتابعنا وعايز يطمن، سهيل هتلحقنا في الدوري والنهايات زي كل سنه، ولا ممكن تتعطل السنه دي ما تجيش؟ ده هيبقى على حسب ان احنا الدوري بتاعنا هنا هيخلص امتى، وان احنا لو ان شاء الله ان شاء الله يعني كسبنا هنتأهل للان سي دبل اي، والان سي دبل اي دي بتبقى في شهر 12، فبس المفروض ان هي كل حاجه بتخلص في اول 12 يعني، فاتمنى. ان شاء الله مستنيينك. طيب قولي لي، يعني انت فاضل لك كام سنه في الجامعه سويلة؟ انا هتخرج ان شاء الله السنه الجايه، زي 12 السنه دي ده، بس السنه الجايه ان شاء الله. ها يعني طبعا، يعني اكيد انت اكيد زعلانه، يعني اكيد نفسك تكملي، والجو جميل هناك وبيشجع طبعا على التدريب وبيشجع على المشاركه، اكيد انت نفسك يعني تكملي اكيد هناك. أكيد أكيد. هو أنا بصراحة يعني واخدة فرصة حلوة قوي هنا، إن أنا بحتك بناس كويسة قوي في الفولي، والكابتن بتاعي كمان يمكن هو كان بلاي ميكر، فكان نفس مركزي، فهو بيفيدني قوي قوي يعني في مركزي، ف أكيد هختار حاجة زي كده يعني. طب قولي لي، لو خلصتي رحلتك مع الجامعة بتفكري لو جالك فرصة في أوروبا والدوريات الكبيرة هناك تروحي يا سهيلة؟ والله دي حاجة لسه أنا مش عارفاها، ده هيدبند على حاجات كتيرة قوي ليها علاقة بإن أنا هرجع مصر ولا لأ، وإن أنا كده خلاص يعني هخلص مثلا مشواري في الاحتراف ولا لأ، بس أنا كنت بفكر إن أنا أكمل يعني. ان شاء الله اكيد، يعني ربنا يكتب لك كل الخير يا سهيله، ودايما نبارك لك، ودايما نحتفل بيكي، ودايما مشرفانا بره. ربنا يخلي حضرتك، شكرا جدا. بشكرك يا سهيله، ودايما متابعين اخبارك سهيله وفيق، نجمتنا، نجمه الفولي بول، واللي بتلعب في جامعات في امريكا، احد الجامعات بامريكا، بنشكرها شكرا جزيلا، كنت معانا بالسكايب. يعني نماذج مشرفه جدا، وخلينا نرجع تاني للرمايه، واكيد الناس متشوقه برضو يا كابتن، انه مش بس عندنا عزمي بحلبة، يمكن عزمي الأبرز وطريق النجاح واحد، ولكن أكيد عندنا نماذج أخرى. عندك في الرماية حد بروميسنج لسه طالع، لعيبة حضرتك شايف إن عندهم مستقبل زي عزمي، مين عندك كمان؟ يعني عندنا طبعا لاعب عمر، أكيد اللاعب ده طبعا أنا يعني شفته في تدريباته، أنا بتابع كويس جدا تدريباته، دخل المسابقة بتاع بطولة العالم كان يعتبر الأقرب إن هو يخش نهايات بطولة العالم لسه خلصانة؟ لسه خلصانة، تمام. وده بالنسبة لنا أول احتكاك لي إن هو يدخل. نعم. فلما يوصل في بطولة العالم إن هو يكون أقرب للنهايات، إحنا كده قربنا إن إحنا نكون في طوكيو على أرض صلبة. ده طبعًا الاتحاد يعني مركز معاك. كان 88 لاعب برضو ولا كان 80؟ إحنا كان عندنا في لعبة الطبانجة السريعة في داخل على حوالي 70 رامي. وهو قرب منهم يخش النهايات، نهاية بتبقى من 6 مثلًا 8 7. 8. كان قريب جدا. كان قريب جدا. وهو هو البطولات اللي قبل كده عمر كان ابعد من كده طبعا، كان بيبقى ابعد. بالظبط، بس هو عنده عندنا الرماه بوجه عام لازم نصنفهم جزئين، جزء موهوب موهبه طبعا، وجزء اخر بيحب اللعبه ويستطيع ان يتلقى العلم من الاتحاد عشان يطور اداؤه. يعني لازم الاثنين، لازم ده او ده. ده او ده. طب لو واحد عنده الاثنين ده يبقى بطل. وطبعا ده اللي احنا بنشوفه. يعني عمر اكيد انا شخصيا متوسم فيه والجهاز الفني ان هو ان شاء الله هيعمل نتيجه كويسه. عمر كام سنه يا كابتن؟ عمر 27 سنه ما شاء الله صغير. طب وعزمي؟ عزمي 29 برضو، اعمارهم صغيره. اعمارهم صغيره. والرماه بيقعدوا في العادي بيقعدوا، يعني بتهيألي الاسئله دي مش حاجه، مش هي محتاجه فيزيكال او ان العقل يكون فت ويبقى فيه ريسبونس عضلي عصبي، ولكن مش محتاجه فيزيكال، مش جري، فبالتالي ممكن يقعد لاعمار كبيره. انا عندي مثال في طوكيو، احد الرماه من الكويت 62 سنه خد الميداليه الفضيه، ملهاش اي عمر. طب ده حلو جدا، فاي حد ممكن يمارس الرمايه. يبقى احنا على الطريق الصح وعندنا نجمين كبار. بالظبط. طب على مستوى السيدات عندك حد بروميس؟ هاله اشرف الجوهري. هاله اشرف، احنا نقول انه الرقم بتاعها هي من نادي قناه السويس. عاوز اقول طبعا يعني احنا بذلنا معاها مجهود، وهي الغريب معاها ان هي قبل الجواز
كانت بتدرب معانا. لما حصل الزواج وخلفت دايما بيبقى عندها التزام في المنزل طبعاً اكبر طبعاً. التزام اسري انتهى الموضوع، بقى الزوج من ضمن المشجعين القائمين عليها، الاب نفس الحكايه. النهارده دخلت حققت 575، عمر ما حد في مصر كان حقق هذا الرقم في بطوله العالم ما شاء الله. دي طبعا من ضمن الناس. هل قربت من النهائيات برضو؟ اه طبعا، بس احنا عندنا برضو فكر في مصر في التدريب. لما بيحصل بطولات عالم ده بيحصل تناقل خبرات، احنا بنشوف الناس بتدربوا ازاي. ندي امثله، الصين اللاعب اللي بينضم الى الفريق القومي بياخدوه يقعدوه في معسكر ما يشوفش اهله الا مره واحده في السنه. ده مش هزار، ما عندهمش هزار، يصبح يرمي بينام يرمي معسكر زي قدام. اصعب من الكوره كمان. والحاجه اللي كمان اللي انا لاحظتها معاهم ان كل رامي ليه مدرب. الصين والهند، الهند مليار وعدد مهول، فقاعده الاختيار كبيره. احنا بالنسبه لنا على اللي احنا بنعمله حاليا احنا نعتبر في مرحله متقدمه، دعم دوله مصريه، اتحاد بيقدر يحط خطط فنيه مع الجهاز الفني. طبعا لازم ان شاء الله يتحقق، يعني كل واحد بيبذل مجهوده لازم في تحقيق النتيجه بالظبط. وكمان يعني برضو انا عايز اتطرق لحاجه، انه زي ما حضرتك قلت انها لعبه مكلفه، واكيد كان بيقابلك ازمه في التمويل، يعني اكيد دعم الدوله طبعا والبنيه التحتيه اللي توفر دلوقتي في سابقه كبيره جدا ان احنا عندنا طفره رياضيه. انا كرياضي يعني الحقيقه فخور بهذه الطفره في البنيه التحتيه الرياضيه، ولكن الدعم وهو الصداع الكبير في راس كل رئيس اتحاد موجود في مصر ما عدا كره القدم. فعوضت العجز في التمويل ازاي يا دكتور؟ يا كابتن انا اسف، اتفضل. انا ما عنديش اي مشكله في الناحيه الماديه خالص. برافو. خالص خالص. برافو. الوزاره، وزاره الشباب والرياضه، ما فيش مشاكل خالص بيني وبينهم. انا بطلب بطريقه جديه، انا مش بطلب 1000 جنيه علشان اقول لا انا عاوز 800 فاطلب 1000 جنيه عشان اخد. انا بطلب المبلغ اللي انا محتاجه فعلا. احنا كتاب مفتوح، احنا بنطلب بنصرف بنقدم مستندات بتتراجع من الجهات الرقابيه بيلاقوا كلام مظبوط. فانا ما عنديش مشكله في الدعم ابدا. انت كلامك 100 100 ومواعيدك 100 100 دكتور. وعايز اقول لكم يا جماعه ان الكابتن طبعا الكلام ده يعني الكابتن مواعيده قبل الهوا سياده اللواء قبل مواعيده بثانيه، والله العظيم بجد. يعني انا من الضيوف القلائل اللي يقول لك انت يعني الساعه 8 ميعادي هتلاقيني 8 الا 5 موجود. فمواعيدك سياده اللواء عندك، مش مواعيدك بس، وطلباتك اللي بتقدمها للوزاره، فهتلاقي الانضباط ده هو اللي يعني اللي عامل يعني ايقاع لهذا الاتحاد. انا عرفت دلوقتي ليه اتحاد الرمايه ماشي كويس. والله احنا ماشيين كويس عشان فضل من ربنا طبعا ونعم بالله. احنا كمان الشغل اللي بيبذل من المجلس الاداره والجهاز الفني تحس انه ليه مردود. انا عندي طبعا يعني عاوز اقول حاجه، احنا من 2009 لم نستضيف بطوله كاس عالم. ما دي كانت حاجه مزعلانه قوي يا كابتن. الحمد لله علاقتي قويه جدا برئيس الاتحاد الدولي، وهم عرفوا يعني ايه مصر. برضو انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا. اتفضل يا سياده اللواء. انه لما يجي رئيس الاتحاد الدولي ويقابله السيد وزير الشباب والرياضه ويتقابله الجهات الرسميه في الدوله، فيعرف ان في دوله، في منظمات طبعا، في مؤسسه طبعا. لكن لما يروح في مكان وما يحسش ان في حد واقف في الاتحاد اللي هو رايح يحضر فيه المسابقه، فبيحس ان المكان غير مؤهل لاستضافه اي بطوله. بالتالي احنا نقول السنه دي مثلا شهر فبراير الماضي بطوله كاس عالم في مصر، نعم، شهر اكتوبر اللي احنا فيه بطوله عالم، الشهر الجاي ان شاء الله بطوله كاس رئيس الاتحاد الدولي للرمايه برضه في مصر. دي في مصر، دي احسن 12 رمي على مستوى العالم. لا ده انا عايز اتكلم بقى براحتي، بس خليني اطلع لفاصل سياده اللواء. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والافريقي للرمايه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والافريقي للرمايه وعضو الاتحاد الدولي. كنا بنتكلم في فصل سياده اللواء عن كاس رئيس الاتحاد الدولي للرمايه، واللي طبعا مصر حظيت بشرف استضافتها. كلمنا عن يعني ظروف استضافتها، البطوله من امتى فين، كلمنا بتفصيل على البطوله دي. بطوله كاس رئيس الاتحاد الدولي للرمايه دي بطوله خاصه لا تقام في اي دوله، ولكن تقام في الدول المؤهله والتي تمتلك البنية التحتية، الدعم من الدولة ذاتها،
وفي نفس التوقيت ان تستطيع استضافه احداث كبيره. هذه البطوله الاول كام رامي هيشارك؟ انا هاكل ساعتها. اتفضل اتفضل يا ست الله. البطوله دي بيشارك فيها في كل مسابقه 12 رامي فقط، وهم الاحسن على مستوى العالم، ويتم اختيارهم من مسابقات التي تم اشتراكهم فيها على مستوى العالم بنقط بنظام البوينتنج سيستم. تمام. فالاتحاد الدولي اقر بعد بطوله العالم الموجوده في مصر من سيشارك في المسدس والبندقيه، واقر من سيشارك في مسابقه المونديال الخرطوش. وبالتالي المشاركات هيكون عدد الرمان 130 رامي بلس او ماينس 5 رمان. 130 رامي الاحسن على مستوى العالم. طب انت عندك 130 رامي، انت بتقول حضرتك يعني انت عندك 10 منافسات صح تقريبا او 11 منافسه؟ 15 15 منافسه. دي بتترتب على حسب ايه؟ على حسب الاعمار ولا يعني؟ احنا عندنا زي ما حضرتك بتسال كده، احنا عندنا انه عندنا رجال وسيدات وناشئين وناشئات. هذه البطوله ما فيهاش ناشئين وناشئات، فيها رجال وسيدات فقط. ممتاز. اللي كل مسابقه عندها مثلا سكيت في رجال وفي سيدات وفي مختلط راجل وسيدات. تمام. بالظبط. ونفس الحكايه في التراب، وبعدين عندنا مسدس ضغط هواء، مسدس 25 متر، مسدس 50 متر، بندقيه 10 متر، بندقيه 50 متر. هي دي دي فعاليات المسابقات اللي هتتم ان شاء الله. ممتاز جدا. ممتاز. البطوله هتقام في مدينه مصر العاب الاولمبيه. انا بس عاوز اشكر القوات المسلحه، يعني انا عاوز اقول هو مش جديد عليهم اللي هم بيعملوه. هم انا يعني كان ليا تصريح انه مصر استطاعت بناء احسن واكبر ميدان في العالم، ده بسواعد رجال القوات المسلحه. انا بشكرهم على اللي هم عملوه وخلوا اسم مصر عاليا. البطوله وكمان خليني بس اقف عند النقطه دي، وده الاشاده اللي جت من رئيس الاتحاد الدولي. يعني رئيس الاتحاد الدولي النهارده رئيس الاتحاد الدولي للرمايه الروسي طبعا فلاديمير، لما يقول ان مصر عندها من احسن الميادين الموجوده في العالم، يعني مش تصريح سيادتك بس، ده على مستوى رئيس الاتحاد الدولي كمان بصراحه بكده. فدي حاجه اكيد نفخر بيها ونشكر بيها طبعا زي ما حضرتك بتقول القوات المسلحه ان هي انشات لنا حاجه زي دي. انا عاوز اقول حاجه كمان، انه السيد توماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه في زيارته الاخيره مؤخرا لمصر كان برفقته طبعا الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه المهندس هشام حطب، وكان بيزور احدى المنشات، ويمكن زار مدينه مصر العاب الاولمبيه اللي موجود فيها ميادين الرمايه. ادلى التصريح بعد كده انه مصر فعلا تستطيع ان تحقق هدف الاستضافه في اولمبياد 2036 ان شاء الله. يعني احنا في المكانه اللي احنا بنستحقها فعلا، ان احنا نفخر ان احنا نكون مصريين. نرجع نقول ان البطوله هتقام في مدينه مصر العاب الاولمبيه في الفتره من 28 نوفمبر الى 4 ديسمبر، ولمده 5 ايام فقط، يوم 28 وصول ويوم 4 ديسمبر ده مغادره. هيتنافسوا فيها 130 رامي، وهم المصنفين عزمي محلبه من احدى المشتركين في هذه البطوله. كم مصري مشارك فيها؟ طبعا، وانا اخذت موافقه من رئيس الاتحاد الدولي ان احنا ان شاء الله نشرك بعض الرماه في مسابقه المسدس والبندقيه على هامش هذه البطوله، علشان نقدر نستطيع نديهم خبره. صحيح. في الاحتكاك لا تقدر بثمن ولا تقدر بثمن. صحيح. طب كم رامي ممكن يشاركوا عندنا من مصر غير عزمي؟ احنا ان شاء الله انا اتفقت مع السيد رئيس الاتحاد الدولي والسكرتير عام الاتحاد الدولي ان احنا نقدر نشارك بعدد 2 رماه في كل مسابقه في البندقيه او المسدس. يعني ممكن نوصل من 6 الى 10 رماه. ممتاز. بالاضافه الى عزمي طبعا، الكلام ده ما بيحصلش خالص طبعا، مستحيل يدخلوا اي حد الا المصنف من خلال الاتحاد الدولي. بس اكيد بعد عوده دور مصر اكيد يعني الاتحاد الدولي شايف الجهد المبذول من حضرتك ومن اعضاء الاتحاد وايضا من الدوله المصريه في هذا الاتجاه. بس خليني اقول ان على هامش البطوله هيبقى في اجتماع للجمعيه العموميه العاديه. لا، عايز اعرف تفاصيلها، لان اجتماع جمعيه عموميه، وهل هتبقى بالفيديو كونفرنس ولا الممثلين عن الدول هيجوا بنفسهم؟ لا كلمني بقى، لان الجمعيه العموميه هي دي المطبخ، هي ده الشغل. يعني الجمعيه العموميه هي دي بقى المطبخ، سيبك من كل ده بقى حلو جدا. بس حضرتك طبعا عارف ان الجمعيه العموميه دي يا ست اللواء هي فيها كل حاجه. مظبوط. كلمني عن اجتماع الجمعيه العموميه. انا عاوز اقول الاول انه كاس الرئيس حصلنا على هذه الاستضافه بالاتفاق مع رئيس الاتحاد الدولي ومجلس الاداره. وفي نفس التوقيت عرضوا ان احنا دستور الاتحاد الدولي بينص انه اجتماع الجمعيه العموميه للاتحاد الدولي يجب ان يكون في مقر الاتحاد الدولي، وهو في ميونخ في المانيا. وكل سنه بيمشي كده. وكل سنه وكل اجتماع الاتحاد الدولي بيتم عمله فعلا في المانيا.
انا في انا عضو في الادمنستريتيف كونسل في الاتحاد الدولي، وكان ليا طلب في احدى الجلسات، قلت لهم احنا عندنا اجتماع في السنه 2022. قالوا لي فعلا؟ قلت لهم طب انا بعرض عليكم ان احنا مصر تستضيفه في مدينه شرم الشيخ. الله، يعني مش هيكون هنا في القاهره الاجتماع الجامعي، يكون في شرم الشيخ. في شرم الشيخ، ودي احسن دعايه للسياحه في مصر. احنا بجد الاحداث دي احسن دعايه للسياحه المصريه. انا عاوز اقول انا اصريت على هذا المكان طبعا بالاتفاق مع استاذ الدكتور اشرف صبحي طبعا وزير الشباب والرياضه، لانه قال لي فعلا اختيار موفق جدا، وكنا يعني عملنا اجتماعات قبلها مسبقه مع المهندس هشام حطب، وقال مكان مناسب جدا هناك وان احنا نقدر نعمل اجتماع. الحاجه المهمه جدا فيها ان احنا بنتكلم على 167 دوله على مستوى العالم هتيجي تحضر للمشاركه في فعاليات الجمعيه العموميه. رقم كبير، رقم كبير، يعني 167 دوله انت بتتكلم. لا يعني انت في العادي حتى لو في المنافسات ده ممكن بطوله زي اللي حضرتك بتعملها كاس رئيس الاتحاد دي ما يجيش فيها 167 رامي، انت جاي لك 167 دوله ممثل عن دوله واتحاد اهلي. مش اتحاد ولا ممثل، لا رئيس الاتحاد في كل دوله. نفسه كمان. فالموضوع اجتماع الجمعيه العموميه ده هو هيعمل دعايه كبيره جدا لمصر. وفي نفس التوقيت احنا انا يعني كدوله مصريه بنوريهم يعني ايه مصر. صحيح. بنظهر امكانياتنا الكبيره اللي موجوده عندنا. طبعا في بعض الناس كان سالوا ايه شرم الشيخ، وفي بعض الاخرين قالوا احنا عارفين شرم الشيخ. احنا النهارده هنعمل الاجتماع ان شاء الله على هامش هذه البطوله. الاجتماع هيكون يوم 30 نوفمبر، ووصول وفود ان شاء الله اعتبارا من 25 او 24 نوفمبر حسب الطيران. طبعا حسب الطيران، ولكن فعاليات الاجتماع فعلا هتكون يوم 30 نوفمبر. هيكون فيها انتخابات رئيس الاتحاد الدولي، النواب، اعضاء مجلس الاداره، رؤساء اللجان الفنيه. طب سياده اللواء، طيب يعني انفراد لينا كده ومن الكواليس ومحدش سمعنا، حضرتك نازل على منصب ايه؟ عضو مجلس الاداره ان شاء الله. ان شاء الله نفس المنصب اللي حضرتك فيه دلوقتي. انا ادمنستريتيف كونسل. عضو مجلس الاداره اقوى، لو اكزيكتيف كوميتي. يعني الاقوى تبقى الاقوى اللي هي الاعلى، واحنا عندنا الرئيس، النواب، الاكزيكتيف كوميتي، ادمنستريتيف كونسل. ده يعتبر الرقم اثنين بعد رئيس الاتحاد الدولي، اللي هو بيعتبر زي مدير تنفيذي للاتحاد، صح؟ زي المجلس التنفيذي للمركز التنفيذي. المجلس التنفيذي بالظبط. يعني انت بتتكلم على تنفيذي، والتنفيذي بيكون دايما بعد رئيس الاتحاد. هناك في على حسب الدستور بتاع او الاستاتيوس بتاعت كل اتحاد، بيبقى في اتحاد بيبقى عايز شخص في اتحاد، يعني الاتحاد الدولي لكره السله عنده المدير التنفيذي، وبيبقى شخص هو ده اللي بيبقى الاساس الفعلي اللي بيدير الاتحاد. هنتكلم بكل امانه، ودي كل حته كده مظبوط. حضرتك داخل على منصب، طيب مرتب لها كويس؟ هل الموضوع ده بيحتاج تنسيق على فكره، وتنسيق مع اجهزه الدوله، سواء دكتور اشرف صبحي، سواء مع وزاره الخارجيه، جاهز للمنافسه دي؟ تمت وان شاء الله خير باذن الله. انا متباشر خير جدا. احنا عاوز اقول بس يعني احنا بنشتغل لصالح الدوله طبعا. المكان اللي انا بدور عليه ده ما هوش مكان ان انا اقعد عليه فقط. لا. مصر ممثل مصر، هو ممثل الدولة المصرية طبعا. تمثيل الدولة المصرية ده شرف طبعا. وفي نفس التوقيت هم شافوا ان الدولة المصرية ازاي واقفة في ظهر الاتحاد المصري معاك. وبالتالي حضرتك يعني كذا مرة كرر هذه الجملة، ليه؟ لانه فعلا الدعم الحكومي او المساندة الحكومية للاتحاد غير حكومي بيبصوا الحتة دي كويس قوي. هم بالنسبه لهم اتحاد غير حكومي، يعني احنا اتحاد حكومي. يعني هم بس هقول لحضرتك حاجه، احنا يعني تحت بتاع، ولكن انت عندك انتخابات حره، عندك كل شيء، يعني انت بتتبع الاتحاد الدولي، اللجنه الاولمبيه الدوليه، فنفس الفكر ونفس كل حاجه. ممكن تكون عندك دعم حكومي ولكن انت في الاول والاخر اتحاد هم معترفين بيه. فالدعم الحكومي الرسمي بالنسبه لهم دي حاجه مهمه جدا. حضرتك كررتها لان حضرتك راجل يعني في العمل العام وعارف معنى الكلمه دي. أنا بقول على فكرة إن أنا دعم الحكومة المصرية للاتحاد مش عشان دعاية، ده واقع. صحيح. واقع. لما تبقى البطولة، بطولة العالم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاجة كبيرة جدا. إن إحنا نذكر قدام الرئيس الاتحاد الدولي وفي في حفل الافتتاح وفي البطولة نفسها من سيادة الوزير ومن مني ومن كل الحاضرين إن البطولة تحت رعاية رئيس الجمهورية. صحيح. هم في البطولات الأخرى ما بيقدروش يجيبوا هذه الموافقات طبعا، فبيعرفوا ان في دوله. صحيح. لما تبقى في دوله مهتمه بالظبط، دوله ومهتمه بالشان الرياضي. لما الدوله مهتمه، النهارده في علاقه قويه جدا بين وزير الشباب والرياضه وبين رئيس الاتحاد الدولي. نعم. لانه حضر اكثر من مره، شاهد عده بطولات، وبالتالي عرف انه في دوله واقفه ورا الاتحاد المعني. سؤال حضرتك رئيس الاتحاد وعلاقتك الجيده جدا
بمستر فلاديمير رئيس الاتحاد الدولي، واللي اكيد هو من غير ما اعرفش هل هو عضو في اللجنه الاولمبيه الدوليه؟ لا هو مش عضو في اللجنه الاولمبيه الدوليه، ولكن هو رئيس الاتحاد الدولي فقط. ليه نشاط في اللجنه الاولمبيه الدوليه؟ هل مثلا ليه تاثير بوجه او اخر؟ اكيد، لان هي الرمايه لعبه اولمبيه، صح ولا غلطان؟ مظبوط. فاكيد في لازم ممثل من الاتحاد الدولي عضو في اللجنه الاولمبيه، لازم. هو احنا طبعا اعضاء اللجنه الاولمبيه الدوليه مش بالضروره يكونوا اعضاء ممثل. مجال الاتحاد، تمام صحيح. فبالتالي هو مش فيها، لكن في علاقه قويه جدا بينهم وبين اللجنه الاولمبيه الدوليه، لانه الرمايه من اللعبات اللي هم لما حصل حاجه اسمها جندر ايكواليتي، وبداوا يحطوا جندر ايكواليتي اللي هو تعادل عدد المسابقات بين الرجال والسيدات، نعم، الاتحاد الدولي للرمايه من اول الناس اللي طبق هذه المنظومه. نعم. فبالتالي يعني لينا مكانه كبيره. ليه تقول اولمبي؟ وعاوز اقول حاجه كمان جميله جدا، البطوله العالم اللي فاتت ديت كان اللجنه الاولمبيه الدوليه عامله تشانل، اولمبيك تشانل، واول مره تفتحها تشوف المباريات في مصر. وبالتالي كل المباريات اللي اذيعت في بطوله العالم كانت بتذاع من خلال القناه على اليوتيوب، التشانل بتاعت اليوتيوب بتاعت اللجنه الاولمبيه الدوليه، وكان اول افتتاحها وافتتاحها كان في مصر وعلى الهواء. حقيقة. يعني كل المسابقات فعالياتها وكل التأهل كان بيذاع على الهواء في اللجنة الأولمبية الدولية لأول مرة في تاريخ الاتحاد الدولي للرماية. طب ده أنا عايز أروح بقى الموضوع تاني وملف تاني خالص، هو منظومة الدعم عندك في الاتحاد، بس أسمع إجابة حضرتك بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري الأفريقي للرماية، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا مع اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والافريقي للرمايه وعضو الاتحاد الدولي. كنا قبل الفاصل يا سياده اللواء عايزين نسمع من حضرتك اجابتك عن منظومه الدعم. منظومه الدعم يعني ايه، ويعني ايه علاقه المنظومه دي بالاتحاد بتاع حضرتك؟ اتفضل. منظومه الدعم ده كلام كبير جدا. اي حد بيعتقد ان الدعم هو دعم مادي. نعم. لا طبعا. احنا عندنا كاتحاد عندنا شركه متخصصه في تسويق الاتحاد، وبالتالي هي بتستطيع انها تجلب رعاه، تستطيع انها تعمل كتفا بكتف مع الاتحاد في تنظيم البطولات، بالاضافه الى الدعم من الوزاره سواء مادي او لوجستي. ليه؟ لان احنا الدكتور اشرف صبحي عمل حاجه جميله جدا، يعني عمل نقدر نقول مديول معين او نظام معين ان احنا ازاي نمشي ونستضيف بطولات، ازاي نعمل بطوله ونستضيفها. بقت المجموعه العمل مكلفه من الوزاره ومن الاتحاد وبالاتفاق مع اللجنه الاولمبيه ان احنا ازاي نعمل مجموعه عمل تدير الاستضافه. دي مهمه جدا طبعا، لان انت عندك حد خاص بالاتصال الحكومي، عندك حد خاص بالمطارات، في لجان مختصه باللجان الطبيه. كل هذه اللجان او كل هذه المنظومة هنقدر نقول ايه؟ هنقول فورم تمبلت، حاجة محطوطة باسطمبة محطوطة بالظبط. وده بحيث خاصة ان احنا كنا في كورونا وازمة كبيرة صعبة والاستضافات بتبقى منتهى الصعوبة. بمناسبة كورونا احنا استضفنا بطولة كأس عالم في ايام كورونا. نعم. مصر، ولعبناها على نادي الصيد في اكتوبر، وكان عدد الدول المشاركة 32 دولة، وكانت كورونا في اعلى مكان ليها. صحيح، انا فاكر. وعلشان كده كان الدكتور اشرف صبحي كان بيجي بيحضر بنفسه وكان بيتابع بنفسه الحالات الطبيه. الحمد لله هنقدر نقول انه الناس سافروا كان ولا حد عنده اي حاله كورونا. نعم، انا فاكر. بس كان الاجراءات الاحترازيه كانت قويه جدا. كنا بطوله حضراتكم كانت احد البطولات، كان في حوالي 8 او 9 بطولات في وقت كورونا عالميه، كانت ابتدت ببطوله العالم لكره اليد، وتباعا جه وراها 7 أو 8 بطولات. انا فاكر كان في الجمباز بطوله فاكر، وكان الرمايه وكان الدراجات والخماسي والسلاح. انا فاكر كانوا 9 أو 10 بطولات فتحت نفس العالم كله ان يرجع البطولات العالميه مره اخرى في عز كورونا. بالظبط. فنرجع نقول انه منظومه الدعم ده 3 محاور. المحور الاول اللي هي الشركه الموجوده حاليا اللي هي بتقوم بعمل تسويق للاتحاد. الجزء الاخر هو الدعم المادي. الجزء الثالث هو منظومة العمل المتناغمة بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة. ده في حد ذاته بيضيف كثير. طبعاً. عندنا مشكلة في مكان ما في الجمارك، نقدر نتكلم رئيس اللجنة الاتصال الحكومي بيخلصها بالإجراءات القانونية. الموضوع ده ما كانش موجود قبل كده.
لا حضرتك قلت لي حاجه في منتهى منتهى الجمال بصراحه، لان كنا زمان وانا بلعب كنا بنفتقد، يعني هقول لحضرتك معلش، يعني حضرتك قديم في الرياضه وعارف، كنا مثلا لما يبقى في وزاره الشباب وانا لعيب منتخب عندي حاجه يقول لك روح الاداره الفلانيه تاخدها وتنزل الدور الثاني لاداره ثانيه، تطلع الدور الخامس اداره ثالثه بهيكل ثاني بكل حاجه، فانت بتلف تخلص حاجاتك في الادوار المختلفه في الوزاره. النهارده بقى في لجنه حضرتك بتقول لي انت مش مطالب ان انت تقعد او تتناقش او تلف على كل هذه الادارات، بالعكس ده هو بيوفر لك كل شيء في اجتماع واحد بلجنه واحده وكل واحد بيقوم بمهماته، ودي حاجه هتوفر وقت رهيب جدا جدا. طبعا زي ما حضرتك قلت كده انه موضوع ان انت تروح الوزاره وتطلع من مكتب لمكتب تقريبا الموضوع ده انتهى. ممتاز جدا. انا بكلم المختص في اللجنه المشكله خلص في البطوله، هو بيقوم بواجبه وهو بيخلص كل الاجراءات دي داخليا، بيجي الموافقه النهائيه اللي احنا بنبتدي نشتغل بيها. طب ما فيش احسن من كده. والله بص يا ست اللواء، احنا كبرنامج الابطال يعني حاجه زي كده احنا شايفينها في منتهى منتهى الاهميه، وان دور الاعلام هنا يبين قد ايه في جهد مبذول في وزاره الشباب والرياضه. وزاره الشباب والرياضه هي الاخ، هي الاب الكبير اللي بيساعدك، او الاخ الكبير او الاب او اللي هو الحكومه، ممثل الحكومه المصريه او الدوله المصريه. فلما نلاقي فيك تناغم كده بين الاتحادات، وحضرتك مش اول رئيس اتحاد يبقى معانا ويقول نفس الكلام، ما في تناغم كده يبقى لازم النتيجه تكون كده. بالظبط. نجاح في التنظيم، نجاح في المستويات الفنيه، ما خلي بال حضرتك برضو يا ست لو حضرتك عارف لما اجي استضيف بطوله ما انا ممكن انجح اداريا بس افشل فنيا، وده كان بيحصل قبل كده. استضيف بطوله وتلاقي اللعيبه المصريين اخر لعيبه في الجدول، صح ولا مش ده اللي كان بيحصل؟ الموضوع ده لو ما فيش خطه وما فيش جهاز فني، الشطاره مش انت تستضيف، صح. الشطاره ان انت توزع المجهود كل يقوم بعمله. الله ينور عليك يا ست لو، الجهاز الفني استفيد من البطوله دي، استفيد منها فنيا جامد، امال انا مستضيفها ليه؟ احنا النهارده استضفنا بطوله وعملنا اكبر احتكاك كان ممكن نعمله. اللعيبه اللي هم بيسافروا يشاركوا بطولات العالم بنصرف مبالغ كبيره جدا جدا. النهارده احنا في بلدنا وعلى ارضنا بنشارك في ملاعبنا، بنشارك باللعيبه بتوعنا، مكاسب كتيره. بيشوف اللعيب الاخر ده بيلعب ازاي، بيساله وبيتعلم منه وتبادل منه خبرات. احنا عندنا من ضمن المسابقات في هذه البطوله حصلنا فيها على الميداليه الفضيه، مسابقه اسمها التارج سبرنت، احدى مسابقات البندقيه. يمكن انا عاوز اقول انه في مره من المرات، يمكن حوالي 4 سنوات، انا رحت شفت هذه المسابقه كانت بتفعلها المانيا. دي كانت اول مره تظهر للنور يعني، اول مره تطلع حوالي من 4 سنين أو 5 سنين في المانيا. فلما اتفرجت عليها عملت برنامج المسابقات المحليه يضم هذه المسابقه. فبالتالي اظهر لي بعض الرماه تقريبا يتفوقوا على ابطال العالم في المانيا. الله. عملت مفاجاه كبيره جدا، كان اول مره العالم يتحدث عنها، ان انا فعلا خدت اللعيبه وعملنا لهم معسكر وعملنا لهم تدريب يتماشى مع الجو الملائم في المانيا وسافروا. ما كانش حد يعرف حاجه اسمها الفريق المصري. اول وثاني عالم من مصر. ما شاء الله. كم دولة كانت مشاركة؟ كان مشارك 7 دول. ألمانيا كانت بتاخد 15 ميدالية، من ال 15 ميدالية كانت بتاخد 12 ميدالية. ما هي المكتشفة اللعبة دي أو هي اللي مطلعة للنور. بالظبط. النهارده لما احنا سافرنا أول وثاني عالم كان من مصر. حتى الراجل المعلق اللي كان بيعلق بيقول أنا شايف مكان بيجري وليس بني آدمين. على المصريين. طيب اللعبة دي دخلت في أجندة الاتحاد الدولي؟ اللعبة دي كانت موجودة في هذه المسابقة. وموجوده حاليا، واحنا خدنا فيها الميداليه الفضيه. ممتاز. يعني حضرتك يعني شفت لعبه وحسيت انها تناسبنا، او نشاط في الرمايه، ما هو هي كلها في الاول والاخر رمايه، ولكن نشاط او منافسات معينه في الرمايه ومستوطنه في المانيا. حضرتك قلت لا يا جماعه انا شايف ان احنا ده نلعبها، وعملت جدول مسابقات واحتضنت مجموعه من اللاعبين ونجحت اهو تاخد بيها اول وثاني عالم. وفي بطوله كاس العالم في شهر فبراير هذا العام احنا خدنا فيها 7 ميداليات. هذه لعبة برضه. طب اطلع لسؤال تاني، وبرضه ده دورك كرئيس اتحاد الجمعية العمومية في مصر، عددهم قد ايه؟ 21 نادي وهيئة. طيب هل عند حضرتك خطة، أو هل تبنيت خطة لزيادة أو انتشار اللعبة في مصر؟ خاصة اللعبة دي عشان ليها، حضرتك عارف وأدرى مني طبعًا، لما هي ليها مواصفات معينة، دعم معين، وكمان أنت بتلعب ببندقية، يعني ليها وضع في التأمين بشكل معين. هل يعني والتصاريح طبعا لممارسه اللعبه، حضرتك طبعا استاذنا في القصه دي، حضرتك عارف عندك خطه لدي، ولما توصلت اتحاد كان كام نادي ودلوقتي بقينا كام؟
لما دوري الاتحاد كان 11 نادي داخل الجمعيه العموميه، النهارده احنا داخلين هيحضر الجمعيه العموميه ما شاء الله 20 نادي، كده نجحنا الضعف اهو. طب دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى المهمه جدا، انا كان عندي وجه ابليه والصعيد والاقصر واسوان كان عندهم انديه تبع شركات السكر. نعم. الانديه اللي موجوده في شركات السكر دي صعبه جدا ان هم يمارسوا رياضه الرمايه، سكر ادفو ارمانت وقوص، وبالذات البنات، ده حاجه شبه صعبه جدا. فانا عملت فكره بالمجلس الاداره ان احنا نجيب احسن راميات عندي في مساعده البندقيه، واقمنا مسابقه على ميادين الرمايه في هذه الشركات. برافو. فشافوا البنات بيضربوا فحسوا ان ده مش حاجه غريبه، ده حاجه عاديه جدا. وحقهم النهارده بيقفوا في هذه الانديه طابور عشان يضربوا الرمايه. ما شاء الله، برافو عليك يا ست الله. فنجحنا ان احنا ننشر هذه اللعبه في اماكن اصلا هذا الفكر غير متواجد. وده وعلى فكره في قانون الرياضه الجديد هو ده من لو في تعريف الهيئه الرياضيه او الاتحاد، اول بند العمل على نشر اللعبه. خلي بال حضرتك ده بند كل الاتحادات، مش هقول كلها، اغلب الاتحادات في مصر بتغفل عن هذا، ان انت نشر اللعبه هو الاساس. خدت بال حضرتك ازاي؟ بس انا عايز اعرف بقى اكتر عن ممارسات الجمعيه العموميه، يعني دعمك انت كاتحاد فني لاعضاء الجمعيه العموميه. بس اسمع رد حضرتك بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والافريقي للرمايه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرمايه والافريقي طبعا. والحلقه الحقيقه كانت مليانه او يعني مليئه بالمفاجات اللي كانت ليا انا شخصيا، حجم الجهد المبذول، لعبه كبيره جدا، تعداد اللاعبين، الميزانيات. يعني سياده اللواء النهارده انت امتعتنا الحقيقه بامور كثيره يعني اسعدتنا، حسينا ان الحمد لله يعني الرياضه من افضل الافضل. بس خلينا بقى نروح لحاجه ثانيه، جمال عموميه كنا بنتكلم فيها ونشر اللعبه والجهد اللي بذل في هذا التراك بقى المحلي، احنا اتكلمنا العالمي، التراك المحلي بقى كان عند حضرتك ما يعني تتكلم عنه خاصه في نشر اللعبه. طبعا بالنسبه للدخول للمستوى المحلي مهم جدا ان احنا ندرب ثلاث فئات. نعم. الفئه الاولى هي الحكام، ثم المدربين، ثم الرماة، عناصر اللعبه. عناصر اللعبه تمام. احنا لو عملنا دربنا الثلاث عناصر هنقدر نطلع رومان، برافو، هنقدر ننشر اللعبه. ده اللي احنا اشتغلنا عليه فعلا في الدوره ديت والدوره الماضيه مع مجلس الاداره، ان احنا بدانا نوصل للانديه نديهم دورات مجانيه. احنا مش عاوزين فلوس، احنا عاوزين نوصل معلومه، عاوزين ناخد العلم. يعني الكورسات دي كانت بدون مقابل؟ بدون مقابل. انا مش محتاج فلوس، اعمل هاخد منهم فلوس ليه؟ انا إيه؟ عاوز علم. صحيح. والعلم ده اللي انا لما انا بوصله الى الفئات الثلاثه انا. صحيح. بالمعنى ده انا وصلت للهدف اللي انا عاوزه. انا عاوز رمان، فالكوادر هتطلع. نادي زي نادي قناه السويس طلع كوادر كتيره. اشترك امتى عندك في الجمعيه العموميه نادي قناه السويس؟ لا، نادي قناه السويس كل سنه. لا يعني كان موجود اول ما حضرتك توليت المسؤوليه. كان موجود طبعا. كان موجود انما هو ده كان من 11 الموجودين يعني، انما العشرة الجداد اللي هم كانوا موجودين اثناء. لا دول دخلوا بقى بعد كده. وطبعا لما دخلوا كان لازم احنا في عشان يبقى في عندنا عضو جديد داخل ليه مواصفات معينه. طبعا المواصفات تنطبق عليه بيدخل، ما تنطبقش عليه تبقى للائحه التعليم المصري بيشارك، بس مش عضو في الجامعه العموميه. بالظبط. فاحنا كل دول بيبقوا مشاركين، ولما بيشارك بيبتدي يبذل مجهود، بيرجع النادي واخد ميداليات، بيحسن اداؤه، بشوف نقاط الضعف فين عنده انا ببتدي احسن له اداؤه فيها. كده هم حسوا، الجمعيه العموميه حست ان في حد بيجري وراهم. نعم. ان في حد بيدعمهم. صح. وده هدف مني. صحيح. ده دور الاتحاد، مجلس اداره يعني. صح. هدفه ان هو يحسن اداء اللاعبين ويحسن اداء الجهاز الفني الموجود. نرجع نقول انه عندنا الرماة في نادي الصيد. نعم. عندنا الناشئين. الناشئين هذا بتطلع بتحقق أرقام فوق الممتازة. بلاش نقول أرقام، لكن عاوز أقول إن هم على المسار الصحيح. طب سيادة اللواء يعني أنت يعني إنشاء بدان للرماية محتاج مساحة قد إيه؟ يعني التفاصيل دي لو حد بيتفرج علينا رئيس نادي أو حد مهتم محتاج قد إيه؟ يعني محتاج مساحة وتكلفة؟ احنا طبعا الميدان عشان نعمل ميدان لازم نعمل ميدان ضغط هواء. ضغط الهواء دوت
كل رمي بياخد حوالي متر ونص مساحه يقدر يقف فيها في طول الميدان من اول ما تحط الهدف لغايه منطقه المشاهدين 17 متر. فاحنا نقول لو احنا عندنا 30 رامي يبقى بنتكلم في 45 متر في 30 متر. 45 متر في 17 متر. مسافه يعني مش كبير او حجم كبير. مش كبير. وانا برضه تجهيزه كاكويبمنت او كده. تجهيزه ده عباره عن يعني اجهزه اهداف هتبقى اهداف ورقيه مش الكترونيه عشان ما تبقاش مكلفه. ودي حاجه اعتقد ان هي مش مكلفه في الاسعار. لكن الالكتروني الاجهزه الالكترونيه هي اللي مكلفه طبعا. وسلاح ضغط هواء سواء مسدس او بندقيه. وده طبعا ممكن يشتروه سهل جدا يقدر نجيبه من خارج مصر او من داخل مصر. احنا كده نقدر نعمل ميادين. انا برضو في نفس هذا السياق برضو بدعو نادي الاهلي ان هم يدخلوا هذه اللعبه. وانا كرئيس اتحاد هدعمهم في الناحيه الفنيه ان هم يبتدوا يعملوا ميدان كويس. لانه نشر اللعبه في الانديه الكبيره مثل النادي الاهلي ده هيبقى شرف للاتحاد ان احنا عندنا ممثلين ليه في رياضه الرمايه. اكيد طبعا. ودي دعوه حضرتك مقدره وبنحترمها يعني طبعا. حضرتك تقدر قيمه النادي الاهلي واكيد احنا يعني بنشكر حضرتك على هذه الدعوه. ويعني النادي الاهلي يعني اكيد ليه العاب كتيره بيشارك فيها وبيدي للمنتخبات وبيبقى فيه مسانده كبيره جدا جدا يا سياده اللواء. طيب خلينا نتكلم عن التجهيز من وجه اخر. يعني اللاعب الرامي مثلا ممكن ياخد بادجت قد ايه كتكلفه انه يقدر يجيب بندقيه او يقدر يجيب مسدس للاعب الواحد؟ ولا ممكن تبقى نفس البندقيه يتمرن بيها اكتر من لاعب؟ يعني عايزين نعرف التكلفه الماديه لان الناس بتتخض من كلمه بندقيه او مسدس. هل ده مكلف؟ عندنا هنتكلم اول جزئيتين. الجزئيه الاولى هي الالعاب اللي بتتم الرمايه من خلالها بضغط الهواء، ودي اللعبه الاكثر انتشارا ودي ما فيهاش تكلفه. النادي يستطيع ان هو يشتري الاسلحه الخاصه بالمسابقه او بممارسه الرياضه، وبتكون موضوع في مخزن داخل النادي، وبالتالي بيتم تناوب مع اللاعبين. اما لما اللاعب يحصل على مراكز متقدمه والارقام اللي تؤهله انه يخش فريق قومي، الاتحاد يتولى هذا الموضوع بقى. يديله سلاح، يجيب له جهاز فني. جهاز فني كثير يعني اعضائه كثيرين، يعني مدرب بدني ومدرب عقلي ومدرب فني. وطبعا في هذه المنظومه هو لا يتكلف شيء خالص. اذا الاتحاد ليه دور والنادي ليه دور اخر. الله ينور عليك سياده اللواء. بجد انا استمتعت جدا بالحوار مع حضرتك. حضرتك شخصيه رياضيه ناجحه وشخصيه ممثله عن مصر جيدا. بشكرك سياده اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والافريقي للرمايه وعضو الاتحاد الدولي. بشكرك نورتني وشرفتني يا سياده اللواء. انا متشكر ليك جدا. متشكر ان الدوله مهتمه بوسائل الاعلام ببطولات العالم تستضيفها مصر. ده شرف كبير للدوله المصريه ان العالم كله يعرف يعني ايه دوله مصريه. بشكرك يا سياده اللواء ومزيد من التوفيق. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع سياده اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد اللي بنشكره على وجوده معانا. وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه، والى لقاء اخر مع الابطال.